قالتي لو اخر واحده في الكون عمري ما هرجع لك. يا لهوي ده مش طايقك شكلك كده، كنت مطلعه عينه وما صدق خلص منك. هو ده وقته يعني؟ مش كفايه عليكي كرامتي اللي بعترض بسببك؟ بسبب انا ليه؟ هو احنا كان قدامنا حل تاني وما عملناهوش؟ خلاص ادينا عملنا الحل وبرضه ما نفعش، اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ ان شاء الله تديله وقته لحد ما يدورها في دماغه. دي واكله دماغه، دي سحراله. انا مش عارفه بنت اللذينه دي عامله فيه ايه، نفسي اعرف عنوان الراجل اللي بتسحر عنده.